بينما راهي هو من اختطف اول اشواط الحقائق القعدان لمسلم بن علي بن دري المنصوري، بينما الشاهينيه الفائزه بالشوط الثالث هي صاحبه افضل توقيت 6:06.78 جزء من الثانيه لفهيد بن راشد بن سعيد بن رايه المري. ايها الاعزاء، تتواصل الانطلاقات وانطلق في هذه اللحظات الشوط الواحد والعشرون من اشواط هذا الصباح، والكلمه والمايك الى الزملاء المعلقين وتتجول الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء في كل مكان، نجدد لكم اللقاء والتحية مرة أخرى في تحدي وانطلاق شوطنا 21 في مجموع الأشواط. وهذا الشوط خاص لإبكار الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. ننطلق ونبحر مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات. هنا المقدمة، هو المركز الأول، هنا الغازية مع المركز الأول حمد بن راشد بن رايه المري، مع انطلاقة الغازية مع المركز الأول. المركز الثاني هنا جواهر شطيط بن خميس بن عامر العامري، مع انطلاق العمري مع انطلاقة جواهر مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا روان قادمة مع المركز الثاني، اختيار انطلقت في 500 متر الأخيرة. هنا روان وهنا القدوم الآخر من قبل جواهر وصلت الآن. الله، بدأ الصراع وبدأ التحدي. هنا الانطلاق من قبل اختيار مع المركز الأول، اختيار مع الصدارة أحمد بن صقر بن محمد العامر. اختارت اختيار وأحسنت الاختيار، أيتها الاختيار يا سلام. هنا المركز الأول اختيار مع أحمد بن صقر بن محمد العامري، ولكن جواهر قادمة، علي بن سالم بن علكتبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اختيار جواهر غيرت، جواهر انطلقت. الله، تهانينا والناموس علي بن سالم بن خرس اكتبي على فوز جواهر بالمركز الاول. المركز الثاني روان لسيد زيد بن محمد الشراب، وثالث المراكز اختيار لسيد احمد بن صقر بن محمد العامري، ورابع المراكز هنا روعه للسيد حمد بن نابت بن خيله العامري، وخامس المراكز هنا شواهين لسيد منصور بن حماد بن سالم اكتبي. تهانينا والناموس للسيد علي بن سالم بن علكتبي على فوز جواهر وحصولها على المركز الاول. وسلام يا اهل المدام، سلام التوقيت الزمني لحظه الوصول الى خط النهايه 6:12.62 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني هنا روان زيد بن محمد الشراب 6:13.3 بالوفاء والتمام. وثالث المراكز، ثالث المراكز هنا اختيار احمد بن صقر بن محمد العامري بتوقيت وزمني بقدر 6:13.18 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.